في أجواء تغمرها البهجة والفرحة يتدفق المئات من الزوار يوميا إلى هذه البلدة الصغيرة في مدينة الناصرة، حيث تقوم مجموعة من الممثلين المتطوعين بتجسيد أحداث ليلة ميلاد السيد المسيح. أما لماذا الناصرة؟ فلأنها المكان الذي قضى به السيد المسيح أغلب فترات حياته. السيد المسيح لم يولد في مكان فخم بل في اسطبل مع الحيوانات، والجميع قدموا حينها واجتمعوا لرؤية ميلاده. في سلوفينيا تمت إعادة تأهيل إحدى الكهوف الطبيعية ليكون مسرحاً ضخماً تحت الأرض، ازدان بالأضواء والموسيقى لاستقبال العشرات من الممثلين الذين يقومون بعرض أهم المحطات التاريخية في حياة السيد المسيح. منذ حوالي شهرين ونحن نستعد لهذا الأمر، قمنا بوضع أكثر من 2000 فانوس في الكهف، ويشارك في العرض 500 ممثل من بينهم 50 عازف. أما في بولندا فقد شملت الاحتفالات بعيد الميلاد حديقة حيوانات مدينة جندس، حيث نالت حيوانات الحديقة نصيبها من الهدايا هذه السنة، وقام الساهرون على راحة الحيوانات بوضع وجبات استثنائية في علب قاموا بتزيينها قبل توزيعها على المقيمين في الحديقة. لقد قمنا بوضع أنواع مختلفة من الأطعمة داخل الصناديق، وذلك تماشياً مع ما تأكله كل فصيلة من الحيوانات، وبطبيعة الحال قدمنا للأسود أنواعاً من اللحوم. في فنلندا تتابع عدسات الكاميرات سانتا كلوز الذي يستعده الآخر لتوزيع الهدايا على الأطفال الطيبين. أتمنى موسم عيد ميلاد سعيد للجميع، وأتمنى خاصة أن يقضيه الناس مع من يحبون وعائلاتهم، فكالمعتاد في مثل هذه المناسبة يلتقي الناس مع بعضهم البعض رغم بعدهم. دول أمريكا اللاتينية هي الأخرى تستعد على أحر من الجمر لقدوم الميلاد، ففي العاصمة المكسيكية اختار الكثير من المواطنين متابعة إحدى المسرحيات الفكاهية التي تتحدث عن موسم الأعياد وقيم التسامح.